مشاهدينا، وللحديث عن انتهاكات الميليشيات الموالية لإيران في نينوى والتغيير الديموغرافي الحاصل، معنا من اسطنبول الباحث في الفرق والجماعات الأستاذ فاروق الظفيري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هناك من يقلل مما يحدث في نينوى ويقول إنها أو مجرد ما يجري هناك هو مجرد إعادة إعمار للمراقد. هل هو فعلا مجرد إعادة إعمار لهذه المراقد بين قوسين، أم هناك من يدعي غير ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الأمر ليس بجديد، وإنما منذ سنوات يقوم الوقف الشيعي والسياسيون منهم يقومون في كل فترة بقضم مكان من أماكن الأوقاف السنية، وخاصة في نينوى أخذوا كثير من المناطق. وبعد 2020 كان هناك مشروع سمي بمشروع طريق السبايا، قامت به وعملت به العتبة الحسينية، وادعت بأن هناك قبور موجودة لأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم موجودة في الموصل، ويريدون إعادة بنائها. حقيقة أنا أقول اليوم العراقي الحي يحتاج إلى البناء وأم الميت، هذا أولا. ثانيا، هذه المدينة المدمرة بالكامل تحتاج اليوم إلى البناء وإلى الإعمار وإلى المستشفيات والمدارس والمعاهد والطرق وغيرها. مدينة ميتة بالكامل. عندما نأتي نريد أن نبني دولة علينا أن نبني للأحياء وليس للأموات، هذا أولا. ثانيا، ما سمعته في التقرير اللي يعني قبل قليل، المتحدث لا أعرف من هو يقول بأنه هناك مرقد يحيى أبو القاسم بن الحسن رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت الحسن. طبعا مرقد يحيى أبو القاسم هو أصلا شخصية موهومة، ليس على القبر، وإنما الشخصية هي موهومة. ليس هناك من أبناء الحسن رضي الله عنهم باسم يحيى، أما فاطمة فهي مدفونة في المدينة المنورة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا حقيقة هو يعني التشجيع الطائفي، وكذلك للتغيير الديموغرافي الموجود في هذه المناطق. تحاول هذه الميليشيات الإرهابية والتي تقودها إيران أن تغير هذه المناطق ديموغرافيا. وفي هذا الصدد أستاذ فاروق، نعم، في هذا الصدد يخدم من هذا التغيير الديموغرافي في نينوى؟ وهناك حديث عن مساعي لتهيئة مسارات تؤمن الطريق لوصول إيران إلى سوريا ولبنان ومن ثم إلى شواطئ البحر المتوسط، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ هذا ممكن طبعا. هو إيران الآن يعني فكرتها نفس فكرة إسرائيل، من النيل إلى الفرات. إيران تنظر إلى هذه المنطقة إلى استعادة الإمبراطورية الفارسية الساسانية، تعتقد بأنه يجب أن يكون لها هذا الطريق كله، والعراق وسوريا كل الشام والأردن إلى أن تصل إلى البحر المتوسط، ويكون مسار من الصين إلى البحر المتوسط. لكن المشكلة ليست في هذه المسارات، المشكلة بأنه هذا مشروع سياسي طائفي يستعمله الساسة في العراق تنفيذا لأوامر إيران التي لا تريد خيرا للمنطقة، وإنما تتعامل مع هذه الدول تعامل إرهابي بعيدا عن الدولة وبأصل اللا دولة. نعم. هنا أيضا، هل يعول على القضاء في منع عمليات الاستيلاء على العقارات والملكيات التابعة للوقف السني في الموصل وفي نينوى؟ ولماذا رد الفعل الحكومي ومن يدعون تمثيل السنة في الحكومة رد فعلهم خجول جدا حسب مراقبين؟ بالتأكيد يعني لا يعول على القضاء. القضاء لم يكن يعني نزيها أبدا، إنما مسيس في كل هذه المراحل. في عام 2012 وقبل 2012 بعد 2012 جرى مثل هذه الأمور، وقدم الوقف السني مذكرات إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وكان الرد من القضاء بأنه هذا لا يخالف القانون. وذهبت كثير من الأوقاف السنية يعني المثبتة بالحجج الوقفية لأهل السنة، ذهبت إلى الوقف الشيعي. ولذلك لا يعول على القانون والقضاء، لأنه حقيقة لا يوجد قضاء نزيه ولا توجد حكومة نزيهة حقيقية تريد خيرا البلد فتنهي هذه الخلافات التي لم تكن سابقا موجودة. هذه الخلافات أصلا، وإنما الساسة الذين جاءوا
مع الدبابة الأمريكية، هم الذين افتعلوا ويفتعلون ومستمرين بالافتعال لكي يعيشوا، لأنهم لا يعيشون إلا في الأزمات. نعم، كيف ينظر أيضا إلى سماح الحكومة لهذه التجاوزات التي لم تقتصر على مكون بعينه بل امتدت أيضا إلى أملاك المسيحيين في نينوى؟ نعم، كما قلت أستاذ الفاضل، الحكومة لا تستطيع أن تتعامل بأي شيء لأنها مسيطرة عليها وليست هي المسيطرة، ولذلك الميليشيات تأخذ من جهة، الأوقاف تأخذ من جهة، الميليشيات المسلحة تأخذ من جهة، وهكذا الأحزاب الحاكمة تأخذ من جهة، وإنما الحكومة هي مجرد أداة يستعملونها في يعني رسم وتنفيذ لهذه المخططات الإجرامية. في نقطة أخرى، مجلس عشائر سنجاري يؤكد أن ميليشيات إيران تطرد سكان القضاء الأصليين وتوطد وافدين من محافظات أخرى وفقا لرئيس المجلس نوري الدحل. ما خطورة هذا النشاط في نينوى وأقضيتها؟ طبعا هذا يعني هذا البيان مهم جدا والتحذير مهم جدا، جزاهم الله خيرا، لأن هذا المشروع كما قلت المشروع بدأ منذ الاحتلال مباشرة في عام 2005 عندما أصدروا قانون خاص في الدستور يسمى قانون العتبات الشيعية المقدسة، ولم يكن هكذا قانون في السابق، وإنما كان العتبات الإسلامية، ماكو هاي التفرقة سنة وشيعة، لكن هؤلاء جاءوا بهذه التفرقات وهذه المسميات، فلذلك رأينا بعد ذلك كما قلنا تطبيقا له هو طريق السبايا، وهذه أيضا الآن يحاولون أن يغيروا الديموغرافية في هذه المناطق ويأتون ب وناس آخرين سواء من إيران أو من أفغانستان أو من أماكن أخرى ويسكنونهم في هذه المناطق، وحتى هذا الطريق يكون محمي من قبل الميليشيات، فلا يستطيعون أن يعني يبنوا هذا الطريق أو يسيطروا على هذه المناطق إلا بهذه المراقد المزورة الموهومة التي ليس لها أصل، ينسبونها زورا إلى أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم. أمام هذه التجاوزات، إلى أي مدى أصبح الإرث الحضاري والديني وحتى التركيبة السكانية مهددة في نينوى؟ كيف ساهم بتعطيل إعمار المحافظة بالوصول إلى هذه النقطة؟ البعض ربما يراه متعمدا. نعم، بالتأكيد هو متعمد إبقاء هذه المحافظة مهدمة ومدمرة، إبقاء أهلها كثير من أهلها خارج المحافظة وخارج العراق، خارج العراق كذلك هذه التركيبة السكانية عندما يخرج أهلها مهجرون ومطاردون ولا يجدون الأرض ولا يجدون البيت الذي يسكنون فيه، لا يجدون ما يعيشون فيه، بالتأكيد سيكون هناك يعني تهديد للتركيبة السكانية في نينوى، وكذلك هذا الإرث الحضاري العظيم في هذه المدينة العظيمة اليوم هي مع الأسف أصبحت كأنه في خبر كان، مع إصرار أهلها في البناء والثبات والمقاومة على يعني هذه المحن، ونراهم والحمد لله تعالى يحاولون استعادة أنفسهم من جديد، ولكن كما نعرف نحن مكبلة هذه المدينة من كل مكان ومسيطر عليها من قبل الميليشيات. من إسطنبول الباحث في الفرق والجماعات فاروق الضفيري، شكرا جزيلا لك.